لا يا عم المعروف، ابعد عن الحربية، اطلع محامي احسن. حضرتك خايف للحرب؟ نحارب؟ احنا ورانا غير خدمة السرايا، ونكترت نمشي في زفة المحمل. طبعا اذنك. مع السلامة. بتفكر في الجواب اللي جالك الصبح يا شكري بيه؟ ديتها مشوار للحربية بكرة. وزارة الحربية بتستدعيني دلوقتي ليه؟ اشمعنى عايزين يرجعوني الخدمة الأيام دي؟ ما تقدرش البلاء قبل وقوعه؟ وزارة توفيق نسيم والسرايا والإنجليز في ناحية، والبلد كلها في ناحية تانية. هتكون إيه النتيجة يا دكتور عبد العزيز؟ يعني إيه؟ ناويين يساوموك؟ وده معقول يا أستاذ عبد المعبود؟ لا، شكري عبد العال فوق المساومة. زملائك بقوا الوقت يا شكري وانت واقف محلك سر، انا حدلهم درس في منتهى القسوه. السنين بتجري وانت بتكبر وبناتك بتكبر. لا قسوه ولا يحزنون، بكره ترجع وتعوض اللي فات، ويمكن تجدد شبابك يا شكري بيه. وهو الشباب بيتجدد يا دكتور عبد العزيز؟ لا عليا انا، دي اعظم واحدث ادويه من المانيا، اكسير الشباب الدائم والجار اولى بالمعروف. سعادة اللواء شكري عبد العال باشا. يسمع من بقك يا درية يا حبيبتي يا رب، ويعوضوا عن اللي فات كل خير ان شاء الله يا رب.
على سعاد. انت مستكتره علينا فرحتنا بابونا يا اختي. يا ست سعاد حد يكره الفرح؟ قطع الحزن يا اختي وقطع ايامه. الله، الحكايه يا سميره. بس يا سميره يا حبيبتي بلاش عياط امال. كل ده عشان بستعجل اختي؟ انا قصدي يا بنتي نخلص بدري. مش الخياطه بالليل فالوحش يا ست انيسه؟ على كل حال افوتكم بعافيه. على فين يا ابله؟ اما مالكيش حق يا ست سعاد. ايه الحكايه يا سعاد هاني؟ مفيش حاجه يا شكري بيه. ايه الحكايه يا ست انيسه؟ كل خير يا ست شكري بيه. ليه العياط ده بقى؟ لا ابدا يا بابا، بس افتكرت المرحومه ماما، كان نفسي تكون موجوده بينا عشان تفرح معانا. هي دايما بينا يا بنتي. الله، هي سعاد هانم راحت فين؟ طلعت شقتها. طب مش كانت تستنى لما تخلصوا؟ وهي يعني بتعمل اللي ما يتعملش؟ اما امرك عجيب يا سميره يا بنتي. ده بدل ما تقولي لها كتر خيرك، دي ما راحتش المقابله عند عديله هانم مخصوص. دي تبقى اخره مجاملتها لينا. ما كل حاجه خالصه، فاضل تلميع الزراير، خليناها للصبح. نستأذن احنا بقى يا شكري بيه. ها؟ على فين؟ الجماعه ينزلوا يشوفوا اللي وراهم، وصلنا للمطبعه. طيب، نجاملكم في الافراح يا اسطى عبد المعبود. الله يحفظك. السلام عليكم. عن اذنك يا بابا. على فين؟ راح المرفت تشرح لي درس فرنساوي. يا بنت مرفت مش تلميذه زيك زيها، هتشرح لك ازاي؟ مش هي في مدرسه فرنساوي يا بابا؟ الدروس دي تبقى سهله عليها. على العموم النهارده يوم المقابله عندهم. مرفت ملهاش دعوه بيوم المقابله يا بابا. برضه هيكونوا ملخومين، حاكم عديله هانم معرفه كتير. بلاش. ايوه. خش خش خش. انت يا شوي كرهاني متربيه. انت يا اختي بقى ارقصي يا ان شاء الله. ياه، ده كتير قوي، اكتر من اللي انا كنت عايزاه. لا ده انت تعبتي قوي، وانا مش اقل من شوي كرهان. تصبحي على خير. مع السلامة.
مضطر نرجعك الخدمة من مدة، وتأكد إنك محل احترامنا وتقديرنا لوطنيتك. ولربط المسبوق تنفيذ الأوامر وخروجه على مقتضى الواجب وقواعد الضبط والربط. ونزهتك ورجولتك واخلاصك لمبادئك. شوف يا نشا، يا سعاده الاميره لاي، انا بكلم سعادتك باعتبارنا اولاد دفعه واحده. حضرتك زعلان اني بنداهم اسمي. شربت خروجك، سيادك بيكبروك علشان تحرسهم. احنا خدمنا مع بعض ونعرف بعض كويس. شكري، ده انت من فرحتك نزلت امبارح اشتريت مشروبات وصنج هادي، وبناتك لموا الجيران يهيفوا ويلمعوا في البلد. لا ابدا، اللي بتفكر فينا غلط. احنا ما قررناش رجوعك للخدمه علشان لا سمح الله ظروفك بقت صعبه او المعيشه تقلت عليك. ايوه، انا لا تهافت على الرجوع ولا سعاده اللواء. شكري يا عبد العال. صاح شكري عبد العال. افندم مبروك، من بكره تروح مكتبك الجديد تفتح صفحه جديده. وزيد ودياب، دياب فارس لا يهاب، صياد الاسوده من الغاب، ضارب خليفه في ضيعين الشمال، بحربه وسنها مليان، ادي حسن الهلالي وادي الجازيه بنت ابو علي، لها تلت الشهره في العرب، شفت وصي في ابو زيد، تقول له اوصيك يا ابو زيد، ما تقيدش نار في الخلا بره، النار تضوي لما الطريق بيجيب. بابا احنا فرحانين قوي بيك، احنا كبرنا يا بابا وحاسين بيك زي ما انت حاسس بنفسك. شكري بيك عاوز يرجع الخدمة تاني ويتعايق بالبدلة الرسمي قدام سعاد هاني. عامل لي وطني وصاحب مبادئ ما كناش عاجبينا. ها الواحد اتخلق عشان يعيش يا شكري بيه، والناس محلتهاش غير الكلام. تحتاج يفضحوك، تستغنى يبوسوا ايديك. انت عندك بيت واولاد يا شكري بيه، اقبل اقبل. اي سوعة اي سوعة سعاد. شكري شكري غلبان ومقاوع، ده ساق طوب الارض علشان يرجع تاني. قلت لهم انا شكري عبد العال اللي لا يزله سيف المعز ولا ذهبه. يعني هو اللي سعى علشان يرجعوه يا ادهم بيه؟ طبعا، ودي عايزه كلام، انا عندي الاخبار من اول يوم. شايف يا داود؟ سامع يا سوسو؟ علشان ما تبقاش تقاوح انت وابوك. العيشة وجبت عن اذنكم. سماك الدعوات الصالحات يا داود افندي. يا سي سعد، يا سي سوسو، كلم ماما. انت نمت ولا ايه؟ يا سي سوسو، افتح يا سوسو، افتح يا سوسو، سوسو. ده اسمه سوسو، ده لعت امه، كلام فارغ، لعب عيال، انا مش فاهم ايه حكايه الولد ده. سعد قال
يا سوسو ده اللي عند امه. ما دام الولد مجتهد وناجح ما تسيبه وكمل تعليمه. انا عارف مفيش فايده. يمكن يخش الحقوق ويبقى اسم على مسمى زي سعد زغلول يا اخي. سعد ده سوسو دلعت امه. 100 مره قلت لك ما تقوليش الكلمه دي. انا اسمي زفت سعد. سعد سعد. ايه الحكايه بنتي يا الطاف؟ ايه اللي عملتيه اللي تنضربي؟ قوليلي انت زعلتي سوسو في ايه؟ يوه ايه اللي حصل يا سعد؟ مفيش حاجه. خش انت اوضتك. سعد طب رايح فين؟ مش رايح مش عارف. أمال كنت بتقابليني ليه؟ عشان نلعب بلي سوا؟ ما هي ما وصلتش للدرجة دي. ابعد. بس أهو جه اللي هيريح قلبي ويديني مرد السؤال. النبي تقول لي الساعة. النبي النبي الحبش تكسب ولا التليان؟ يعني يعني أنهو لعفة؟ النجاشي ولا مسليني؟ النجاشي ولا مسلين؟ النجاشي ولا مسلين؟ لا 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 والله وكلمة العصابة. عصابة؟ عصابة دي ايه يا أستاذ؟ لا نو نينيش. أنا لا أقبل إنك تصفنا بهذه الصفة. معلش يا أستاذ عطله معلش. شكرا بهزر يعني. هزر؟ لا 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 أنا لا أقبل الضحك في مواطن الكد. بعد الناظر ما يبطش بمجلة المدرسة ويصادر رأي الطلبة يوم ده يصف اجتماع لجنة المجلة بأنه عصابة؟ ها؟ ثم ايش حشروا في وسطينا؟ ايش حشروا في وسطينا؟ ها؟ ده لا هو في عضو في جمعية التمثيل ولا عضو في مجلة المدرسة. ده راجل بتاع واحد اتنين بتاع جمباز شعلباز ده. ايه ده يا استاذ عطله؟ ايه يا عطله؟ كل الجمعيات متضامنة معانا. نعم معلش معلش يا استاذ عطله. معلش خليك لسان يا سيدي. خليك انت كبير. اهدى يا عطله. طب قول لي خليك كبير يا عطله. بقى بلاش دوشه. ما تسمع كلام سي سعد يا اخي. هو مش برضك زعيم المدرسه وليه كلمه عليكم؟ نعم زعيم المدرسه. زعيم ايه؟ ايه ده؟ بس مين نصبه زعيم؟ ها هل نصبت نفسك خلسه ومن خلف ظهورنا؟ يا سيدي لا نصبت ولا حاجه. شيل ايدك يا عطو. بس سيد الدكتور عبد العزيز خدنا مخالفه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه بتاع الجمباز انت كمان؟ ثم ايه ده؟ ايه المولد اللي انتوا عاملينه بره ده؟ دي حاجه بسيطه يا دكتور. اصل الزعمه بتوع مدرسه الشوقي وقعوا بعض. لا ما وصلحوا خلاص. ما تشيلش في بالك انت. اوعى شلك سيال اعمى. الله. وان جماعه التمثيل ولجنه المجله تتقدمان لصاحب العزة ناظر المدرسة باحتجاجهما على هذا الإجراء التعسفي الذي لا يقدم عليه إلا من كان ذنبا لأحزاب الأقلية. تحيا الخدوية ويحيا اتحاد الطلبة. برافو برافو. إيه الحكاية؟ أخويا الدكتور عبد العزيز في بكالوريوس الطب. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. إحنا سمعنا عن جهاد حضرتك الوطني. جهاد مين يا ابني؟ أنت هتلبسني تهمة؟ ثم ايه حكاية الاحتجاجات والمذكرات دي يا سيدي؟ هذا الناظر تحدى إرادة الطلبة فتعدى على إرادة الطلبة. الله 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 الله. ايه الحكاية؟ وإن كان يدري وهو لا يدري أن إرادة الطلبة لا تقهر. ولماذا؟ لأن إرادة الطلبة من إرادة الأمة والأمة هي مصدر السلطات. إلى دولة رئيس الوزراء الذي يحكم بلا إحم ولا دستور. بقى ده كلام ده يتكتب في مجلة مدرسة؟ وهو
هو احنا كاتبينه من عندنا؟ احنا ناقلينه من مجله روزا اليوسف. روزا اليوسف دي ست صحفيه وسياسيه، ليه انها تعمل دماغها بدماغ رئيس الوزراء؟ وزعلانين ان الناظر صدر المجله بتاعتكم؟ لقد قال شاعر من العصر الحجري عندما صدروا مجلته المسماه حجر حجنجر: ان تحرموني من طوبي ومن دبشي ساكتب حتى على حله المحشي. ده كويس انهم رفدكوش. لا، ما هو رفدنا. ايه؟ رفدنا. رفدكم؟ ايوه، رفدهم لغايه ما كل واحد يجيب ولي امره. ولي امره؟ انما اؤكد لك ان هذا الاجراء يعتبر مسمار في نعشه. هو مين؟ لانه تحدى اراده الطلبه واراده تسكت يا ابني، بلاش مهاتية فارغه بقى. واراده الطلبه من اراده الامه، واراده الامه من اراده الامه، و بس. ايه الحكايه؟ انتوا ايه، عاملين سياسيين؟ كل واحد فيكم فاكر نفسه شكري عبد العال في زمانه؟ ابعد بقى، اجيب ابوك من البلد. ما هو لو سقطت مش هيكلمك انت، انا اللي مش هخلص منه. يبقى تجيب ابوه؟ ايه ده، هو فاكرنا عيال ولا ايه؟ انا جاي اتهزى يا استاذ. انا لا اقبل الضحك في مواطن الجد. ها. طب اشرب بقى. ايه ده؟ كنا وافقنا على السعر اللي جابه السمسار بدل الغلب ده كله. بقى نصبر السنين دي كلها وبعدين ابيع المتر بجنيه؟ ما تستني لما الارض سعرها يشد شويه. ويا اخويا اللي هيخلي الارض سعرها يشد؟ شكرا يا فندي، قال لي ما دام الدستور هيرجع الحال هتتعدل والناس تفوق للبيع وللشراء. بنتكلم في السياسه، شويه شويه هنلعب في البورصه. لو كنت بعت الادهم بيه. عديله اصطبحي، انا قلت لك بدل المره 1000 بيع لادهم مش بايع. انا حاسبها خرابه بتلابس سكه بتطلع فيها. حبيبي هو شغل الصفافير على الصبح طبعا، ما هو يا اما مغروز معاك في وسط النسوان يا اما على السطوح. خلفك اللي يفرح. خلفي؟ لهو ابني ومش ابنك. البركه فيك وفي تربيتك اللي تلفت امل وهو قاعد في البيت زي البت البايره. ما انت اللي مقعده ومعطله عن المدرسه بعيدك الفارغ. يعني لو كنت رحت معاه النظر المدرسه زي ما هو عاوز كان حصل ايه؟ مش رايح، يروح حد من طرفك من العيله السلطاني. مالها عيلتي؟ هما يعني لو ما كانوش جرابيع ومقشفين ما ينفعوش؟ ياخد معاه ادهم بيه، مش كاتب الدايره الثانيه اللي حشرهولي في البيت زي اللقمه بالصور. ادي الشيخ. طب والله لولا خاطر ما حد منهم كان دخل لك بيه. انت هتقولي لي ما علشان كده انا نايم في ناحيه وانت في ناحيه. قصدك ايه يا داوود؟ ها؟ قصدك ايه؟ ايه سوعة في من دعا سعادة؟ ايه سوعة في من دعا ترخيما؟ احذف اخر اللي بيبتدى كي سوعة. اتفضلوا. اتفضل يا شكري بيك. صباح الخير. اتفضلوا شيء. متشكرين، بس خش انت واقفل شباكك لا تستهوى يا شيخ حمزه. نسيم صباحي ينعش الارواح. طب ما تخليك اللي شم النسيم افضله. يا سوعة في من دعا سوعة ده. الراجل ده ما فيش وراه غير الهلس والبصبصه. فاضي هيعمل ايه؟ حته الكشك اللي فاتحه وبقول عليه مكتبه. الشارع ده ما بقاش ينسكن. بصبص من هنا. صباح الخير. صباح الخير. وارتست من هنا. وامين من هنا، وداود من هنا، وانا واخويا لا تنصيبين مؤدبين. في الحته هنا لكن في المدرسه ادينا رايح اشوف حل لسيشاوي. الناظر طرده. مبروك لرجوع عم شكري بيه. متشكرة. مبروك على عم شكري بيه، ألف مبروك. شكرا. عن إذنكم. أنت مش ملاحظة يعني إننا إننا إيه؟ إننا يعني يعني إننا إننا عن إذنك. نسيت المدرسة منين؟ تفضل. شك. ما
مع السلامة. انت عامل زي الترماي دايما تيجي متأخر ويعدي على المحطات المهمة ما يقفش فيها. اجتماعات يزور هو في المواعيد كده، زيد من يزمر ويجري. سيبونا من الترماي والزمامير وخلونا في الناظر والنظاظير. انا اخويا الدكتور عبد العزيز رايح يقابل الناظر النهاردة وسي سعد. انا بقى شكري بيه اشوف لي حل. ما شاء الله، شكري بيه ده رجل المروءة والشهامة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام يا سيدي. وانت ها قصدك حضرتي؟ لو تعمل ايه مع الناظر؟ لا لا لا، انا ليا وضع خاص. طب بس نعرف والدي لو راح للناظر هيخليه مديني قدام كل الطلبة. والله العظيم والدك ده راجل بيفهم. أما شاب هذا صحيح. أنت دايما كده جاهز للخناق. والله يا خرسيمك. فكرة هي بارقة من التفتح وبصيص من النور لا حلي. انت انجذبت يا شيخ حمزه. الحل الموضوع يا عطله. نعم يا استاذ عطله. يعني هل حضره الناظر يعرف والدك معرفه شخصيه؟ اي عاينه قبل ذلك؟ نو جود. انا والدك عندك مانع؟ ها ايه؟ عيش حمزة صديق الطلبة. عيش 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 عيش. أشكركم عيش. أشكركم ودعونا نعمل في صمت. ولي أمري مظبوط. وتستحق البريزة. ده غير إيجار البدلة. تفضل. صباح الخير يا حضرة الناظر. هنشوف بعدين إذا كان خير ولا شر. حظ غليظ القلب واللفظ. هو موته سمه قلة النظام. تربية انجليزي، جماعته انجليزي، ولاده انجليزي، وبياكل بملح انجليزي. يا سلام. تفضل. يا رب تفضل. ربنا معانا. يلا يا مولاي. انت ولي امره؟ اي نعم يا سعادة البيك. ما بتربيهوش ليه؟ اربيه يا سعادة البيك. هي التربية بالكلام؟ بالفعل يا سعادة البيك. يا ولد ابعد. السلام عليكم. وما لقيتش غير شكر بيه تفوت لك مع الناظر. دلوقتي يخشوا له في موضوع البرادع ولين مهفه بالكرسي. بردع من برادع الانجليز. خاين بتلطخ سمعة الوطنيين. لكن انت ساومت، انت ساومت، ساومت. ساومت، ساومت، ساومت. جالك كلام؟ انا هعرف اتصرف. كل الطلبة المفروضين هيرجعوا الا الولد سعد داوود.
ضحك ليه؟ ياه، في شمعة منورة، فرح أكيد. ميمي أنا مش قدك، شوفي فنجال عديلة هانم هي اللي تعرف ترد عليك. الله، جرأة يا سعاد هانم، أنت عايزة تهربي من الفرح ولا إيه؟ يمكن خايفة تعزمنا. يعزمنا العريس ولا إيه يا ميمي؟ أنت أختي مش شايفة إن العريس معرفة؟ أهو أنا شايفة قدامي بدلة ظباط، بتاج ونجمة. لا لا، النجمة لسه هيحطوها، هيحطوها. أي أوعى إيدك، دي ممتلكات أمينة فندي. أمينة فندي. سيدي سعد جوه أوضته. سوسو يا سوسو، سوسو تعالى سلم. أهلا يا سوسو. إزيك يا سوسو؟ عملت إيه مع الناظر؟ دلوقتي يجي ابوه المغفل يعمل لنا غاره ويقول لنا مش خايف على مستقبل ابنه؟ اسمعي يا ماما، انا ما اسمحلكيش تقولي كده على بابا. يعني ايه مغفل؟ كنت استغفلتيه حضرتك؟ انت بتقول ايه يا ولد؟ انا مش ولد. على ايه يا سوسو؟ انا مش سوسو، انا اسمي سعد، سعد سعد داوود. لا انا مغفل ولا بيا مغفل. معلش بابا يا حبيبي، قال لي كان ناقص يرفع صوته فيا. معلش معلش سيدي العزيز، سيدي المبجل، لقد أعطيتني إياها مرفقة بعبارات طيبات فزاد قدرها، ولكن عطرها قد ضاع فخسها ثانيه. سمين الهدايا للنفس الأبية يبخس قدرها حين ينقلب مهديها. هكا يا سيدي. عفيفة أنت مولاي. عفيفة أنت، عفيفة أنت، عفيفة أنت. عفيفة أنت مولاي. عفيفة أنت مولاي. عفيفة أنت مولاي. أجميلة أنت؟ ماذا تعني يا مولاي؟ إن كنت عفيفة وجميلة فحذاري أن يكون لعفافك أدنى اتصال بجمالك. وهل للجمال رفيق خير من العفاف؟ هذا حق، ولكنه يتسنى للجمال أن يحول العفة إلى قوادة سافلة. روحا ميمونا او روحا هالكا ملعونا، فانك ات في شكل يثير السؤال. بالله اجبني ولا تدعني انفجر جهلا. ما الذي علينا ان نفعله؟ ما الذي علينا ان نفعله؟ ما الذي علينا ان نفعله؟ نكون او لا نكون؟ ذلك هو السؤال، ذلك هو السؤال، ذلك هو السؤال، ذلك هو السؤال. أمن الأنبل للمرء أن يصبر على ضربات الظهر اللئيم وسهامه، أم يشهر السلاح على بحر المصاعب يخوضها يصدها ينهيها؟ الله، انتوا هنا؟ كنتوا بتتفرجوا؟ شفتوني؟ كنت كويسة؟ قولولي كنت كويسة؟ ها؟ كنت كويسة؟ أصل البطلة اتأخرت والمخرج اضطر يجربني، والنهاردة بقى البروفا الجنرال، علشان كده هو جربني. ايه؟ ايه رأيكم، مبسوطين؟ مالكم؟ لا لا، بس أصلنا معجبين جدا والله. التمثيل أحسن من الدراسة. انتوا لسه مطردين من المدرسة؟ شوفوا بقى،
انا اتعلمت من حياتي دي كتير قوي، لكن لو كنت اتعلمت في المدارس كنت انا اللي علمت الزمن مش هو اللي علمني. طب تعالوا معايا، تعالوا معايا. يا ستي ما هو كله منكم ومن عمايلكم فيه بقى، يعني تزلوه وتمرمطوه المرمطه دي. الطاف يا اختي سليمه ان شاء الله، باذن الله سليمه. تلاقيه دخل السينما مش عوايده، ده عمره ما اتاخر بره بدون اذن. ما هو خارج مضروب ومتهان وحالته حال. لفينا على بيوت كل اصحابهم ونزلنا حتى سينما اولمبيا بلا جدوى. طب يسحب سي شوقي في سكته ليه؟ حب ينتحر ولا يعمل في نفسه حال؟ انا عارف سي شوقي حتما هيجامله. والله تبعد عن سي سعد انت وتشوف لك حد تاني ينتحر وجامله انت. اوكي. وكمان بوم. ايه ده؟ يعني انا كنت اجيب لك كمان قرص. لا ده انا فقت خالص. غريبة انك انت اللي بتعالجيني وانا قربت اتخرج. انا بقى اتخرجت من زمان. الناس اللي زي دول هم اللي خرجوني، بس مش هيقدروا يخرجوني عن وعي ابدا. اكل العيش عبد الله يا دكتور عبد العزيز. متشكرة. أشكرك. حسب الزوارس يا عبد العزيز. خد ايدي عشان انزل بقى. يا شاطر شيل ايدي عشان ادفع بقى. خد يا اسطى خد خد. خلي بقى عشانك العنب اللي حوش. شكرين يا فندم. شكري بيه الصاغ. مديلك خمسة صاغ. شوف بقى لما يبقى بنباشا هيديلك ايه؟ ابعاد سعد داوود عن المدرسة وتهديد مستقبله معناها اعتداء علينا كلنا. بل هو اعتداء على الأمة في شخص الطلبة، واعتداء على الطلبة في شخص سعد داوود، والاعتداء على شخص سعد داوود اعتداء على شخصي. يا عطلة يا أستاذ عطلة يا أخي، إحنا مقتنعين بالسر. دي المذكرة اللي هنمضي عليها وهنقدمها لحضرة الناظر. نعم. من إمتى حضرتك بتكتب مذكرات ونمضي إحنا عليها؟ اي من سمتى اصبحت مذكراتي؟ يا اخي اي حد يكتب مذكره ما دام كلنا موافقين على اللي فيها. انا لا اوافق، انا لا اوافق. مذكره ضعيفه دي، دي دي لازم تكون حراقه زي قرن الشطه، لازم تكون قاتله زي قرن الطور. صواعق الالفاظ، سلاسل الكلمات. تمام تمام، انا موافق يا استاذ عطله. على ايه؟ لازم تكون المذكره
تفهم الناظر انه ذنب من اذناب الاستعمار. هي ترتفع اصوات التأييد، ها هي الأمة كلها تعضدني في شخص ابنها البار شوكة المغربي. أشكرك. بار إيه وكباري إيه؟ المذكرة دي أنا كتبتها مع سعد داود نفسه. أنا شخصيا موافق عليها. يعني إيه؟ هتساوموا؟ هتتراجعوا؟ إنها لخيانة، فتنة، والفتنة أشد من القتل. الفسعة هتخلص وكل واحد هيروح فصله من غير ما نعمل حاجة. شوقي وعطا الله مجتمعين بالطلبة دلوقتي في المسرح ومقدمين مذكرة عشان سعد. اقطع يدي ولا اوقع على هذه المذكرة. لابد من سيل من الشتائم، طوفان من السب ينهمر على ام راس الناظر وام ال... ايه الدوشة اللي عاملها دي يا ولد؟ ولد؟ مش شايف حضرتك ان مناداتي بكلمتي يا ولد دي يعني انا كبار السياسيين في البلد بيقولوا لي يا استاذ، وحضرتك بتقول لي يا ولد؟ اخلص. ثم انت مالكش ضرب عليا، ان مادة 88 بتحرم الضرب. انا هنا الكل في الكل، اتصرف زي ما انا عايز. مذكرك ايه دي اللي بتكتبوها؟ توقعات شوقي خليفه سعد داوود. حد عايز يمضي تاني على المذكره؟ عايز منك ايه الولد ده؟ انا عارفه، مش انتوا اللي مصاحبينه؟ انا لا ابدا. زي ما قلتلك شوقي خليفه مؤدب وراجل، مش ممكن يجيب سيره. طب وانا ذنبي ايه؟ مش شوكت هو اللي، وكمان دي غلطه شوقي لما هو ما بيتكلمش ليه. عايز ارجع البيت. ليه؟ في ايه في البيت؟
وإيه هي البيوت؟ أربع حيطان، الحواجز اللي بتفصل أهل البيت عن بعض، محدش يشوف التاني ولا يسمعه ولا يفهمه، وبعد شوية يبقى غريب محدش يعرفه. سنين طويلة وأنا بحاول أخلي حتى للباب والشباك فايدة، حد يدخل يشوفني يكلمني يدخل جوا نفسي وقلبي. فهماني يا درية، فهماني، حد يشق الحيطة اللي بيني وبينه. مش قادر. الشباك بقى زي الحيطة، مهما فتحوه ما يشوفوش منه غير اللي هم عايزين يشوفوه، ناس زيهم ماشيين في طريق كله حيطان. كل ده لازم يتهدى يا درية عشان تبقى الأرض حرة ونعيش عليها نواجه بعض بالحقيقة، بالحب، بالكره، بالعواطف الأصيلة اللي بتقول أنا الإنسان اللي وجود على الأرض. وحتى لو عشنا تحتها، تحت الأرض وغطانا ترابها، نبقى ميتين أحرار. حتى حيطان المقابر لغينها من حوالينا ما بنحسش بيها. الأموات بيحطموا الجدران والأحياء بيتمسكوا بيها. بيوت. أنا كنت فاكرة إننا هنبني بيت سوا ونعيش في سعادة. السعادة؟ إحنا السعادة. ساعتك كام؟ ياه، دي مأخرة كتير قوي. أبدا، دي مظبوطة خالص. مأخرة الوقت اللي لسه هنقعدوا مع بعض. الله يلعنك يا أمين أفندي، صدق اللي سماك بغل. بني بيتك في حلق بيتي وأني واحدة قد ولادك، أنت مش قادر تحشمها وأنت فاحل. عارف امين يا شكري بيه خايب وخبتم على حد؟ بقى جوزي يعرف يختلس؟ انما كله من البشكاتب الجديد قريب الست عديله. ما هو لا يغمز لي ويتمسح فيا ويمد ايده واسكت، يا اما يهدد جوزي ويلبسه تهم يا شكري بيه. كلنا ملناش غيرك، ده الشارع كله عايش بهبتك وحسك. جرى يا اولاد؟ سميرة اقفل الراديو. يا بابا عايزين راديو جديد بقى. يا بنتي صبرك، على الاقل لما باباك يقبض المهية الجديدة. الله، اما ملكيش حق يا ابا، انت ايه اللي مزعلك؟ لا في ايه؟ بس في ايه؟ لا في ايه؟ ها؟ لا ايه اللي حصل ايه؟ لا ايه ده؟ لا بقى لا 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 لا. انا من سعاد هانم تبصبص لي من الشباك وتفضل كل شويه يا سوعه يا سوعه يا سوعه، وده اللي بعتهولي. معلش. يلا لا بقى، انا بعديلها يا عبده يقول لها ان ماسوره الميه بتخر من شقتها عليا، وان ما كانتش مصدقاني تنزل بنفسها، وحتى ما نزلتش. كنت عايزه تنزل. لا بقى، لا ايوه.
قالها قالها. تعال. خمسة. أربعة. تفضل. يا رحمة. اليوم كذا ولي كذا ولي كذا ايش ما كذا ما انا عاش كذا. طب ايش تعالوا تعالوا بوم 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 شوفوا الأول وزولط الحادي عشر. مش بقول لكم هي ما تنفعش إلا في الهلس ده. الهلس سيد الأملاك يا تنبيه. وانت راجل كلك أملاك. أتي أتي. نعم نعم. تعرفي تلسي شوية؟ أعرف. وتقولي لنا حتة دراما عنيفة قاتلة مميتة. أنا عذرية الهوى أحمل العبء والناء بالصبابة جهدي. المحبات ما بكينا كدمعي في الليالي ولا أرقنا كسهدي. لم تعذب بالحب عذراء قبلي كعذابي ولن تعذب بعدي. أجل عذراء 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 حتى يضمني ركن لحدي. الداء يورد في مجتهد ملتهم هيكلي وما شبع. ترميها.
يا اسطى. في احراج لما نوصلها مهما كان ده ارتست. ولما كنا قاعدين معاها جوه ما كانتش ارتست. لا دي حاجه وليك حاجه تانية. وكمان سمعتنا في الحته. Thank you.
كل ما تكحي تبصي في المنديل. ما تجمدي يا بنت انتي، انتي كل شويه. حموت حموت يا دكتور. الله، ما تبصوا بعض بقى قدامنا وتريحوا نفسكم. اخص عليك يا ميري، كسبتيهم يا شيخه. الاهرام الاهرام، تسريح من السنهور، الانجليز ضد الدستور، الدستور في خطر، اقرا الاهرام الاهرام، الاهرام الاهرام، اقرا تسريح من السنهور، الانجليز ضد الدستور، الدستور في خطر، اقرا الاهرام الاهرام. اما نشوف تصريح مستر تور ده. ما تخلصنا بقى يا شيخ حمزه دهدي. اصبر اصبر يا عبده، الظاهر ان الراجل المستر هور ده هيستلمنا بتصريحاته. قال ايه تاني؟ ماني عارف ان كلامه ماسخ زي وشه. مش موافق ان الحكومة ترجع الدستور. اما راجل انطوع صحيح. ايه؟ انطوع؟ اي نعم، انطوع بمعنى نطع كبير. طب وشكر بيه هيسكت على كده؟ ما يروح طايح فيهم بالكراسي زي ما عمل زمان. اسمع يا عبدو، اقدر اطلب منك خدمه. رقبت يا شيخ حمزه يا دبوس. يعني تقوم بيها؟ اقوم بيها؟ ده انا اقوم بيها واقعد بيها واجري بيها. ده انا لسه اولت امبارح ملسوع علشانك عدت الدين قلم كان هيطير في الصعيد. عظيم. الشنطه اللي تحت السرير دي شنطه؟ فيها امانه. لو حصل يعني اني تغيبت عن البيت يوم او يومين او اكثر، خدها شيلها اخفيها بمعرفتك. شيخ حمزه دبوس، اوعى يكون الشيطان وزك نهبت لك نهبه او هبشت لك هبش. انا مش هجوز لما عليك ولاد الحرام مشوك في حكايه المخدرات دي ولا ده هي تخيبك وندول صحيح. ندول؟ اي نعم، بمعنى ندل كبير. اني ندل؟ طار والله يا شكري بيه الدولاب ما فيه سنتي واحد قبلكاش يا بنتي. هو كل ما ابوك يجدد حته عفش تعملي كده؟ ما هو يا ست سعاد العفش اللي بيتجدد عفش المرحومه امهم، مهما قدم ولا بقى كهنه هيفضل عزيز وغالي وهو الاصل. ناظر ايه وبتاع ايه؟ احنا لينا شخصيتنا وكنا يا حد داخلين مدرستنا مش بيته. اوعى اوعى لا ظلم بعد اليوم، لا ظلم بعد اليوم، يسقط في استبدالك وتحيا الحرية، يسقط في استبدالك وتحيا الحرية، الحرية 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 الحرية. ايوه يا شباب يا حماة الوطن، لابد من عقد مؤتمر نعلن فيه اهدافنا. نحن لا نستعبد، نحن لا نستعبد. حرية الطلبة حرية الوطن، حرية الطلبة حرية الوطن. انا عايز افهمكم إني مش من أسناب الاستعمار. أنا أحد أبطال ثورة 19، وكنت أحد زعماء طلبة المعلمين العليا. عاش الناصر الوطني! عاش الناصر! أنا لا عايز عاش ولا مات. أنا عايز مستقبلكم وتربيتكم على أحدث نظم التربية. كان ممكن أطلب البوليس، لكن مش أنا اللي أعمل كده مع أبنائي. أنا باسم الطلبة بعتذر لسعادة المربي والوالد الفاضل والناصر الوطني. فإلى الفصول أيها الإخوة! أيها الزملاء! هذا صوت مؤامرة علينا، دسيسة، خيانة. ما هي التربية على أحدث النظم يا حضرة الناظر؟ أن نخضع لسياسة الإنجليز؟ أن نملأ رؤوسنا بأفكارهم لنكون عبيدا لمبادئهم وإشارة لأصابعهم؟ أيها الطلبة، إليكم أبنية المدرسة ومعاملها، فدمروها على رأس الطغيان. لا لا أيها الزملاء، نحن صوار المجاهدون ولسنا همج المخربين. إننا نريد أن نوقف هذا النظام الاستبدادي، وكفانا ما يفرضه الانجليز واذنابهم على ابناء الوطن. قبل ما تتكلم عن الوطن كله اتكلم عن نفسك، شوف ولي امرك فين بدل ما كلهم جايب لي واحد شكل. ليكن سعد داوود الابن الذي يتلمس من الاخرين ان يكونوا اولياء امره، ولكنه الان ضمير الطلبه. وانا اسالك هنا بل احاكمك باسم الضمير والمصير، ماذا ستفعل بالنظام الارهابي الذي فرضته علينا؟ ماذا ستفعل بمستقبل الطلبه؟ تفضلوا قبلوها فوضى. تحيا الحرية، 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 تحيا الحرية. الدستور الدستور الدستور.
مين مين؟ افتح بوليس. بوليس؟ بوليس ايه؟ امين انت عملت ايه؟ مين اللي عملها فينا؟ لازم حكاية دفاتر الدايرة. يوسف اصحى اصحى اصحى. جايين تاخدوا الراجل مني ومن ولاده ليه؟ هو امين افندي لا سمح الله كان بيتاجر في الحشيش ولا ست ميمي كده ولا كده؟ هي صحيح ايدها طويله على خلق الله انما قلبها ابيض. اخرس يا دي عبد بلاش دوشه. يا ست هانم افهمي. انا فاهمه كل حاجه، فاهمه خراب البيوت اللي بينزل على الناس بالمستعجل. اسكت انت بقى واهدي. حاضر. يا جماعه ادوني فرصه اتكلم، ده في سوء تفاهم حصل. كمال الصفطاوي عبد العزيز خليفه. عبده. انت هنا اخبارك ايه؟ خلصت ولا لسه؟ انت فاكر الطب زي البوليس تسلقهم في سنتين ثلاثه وبعدين تسكع المرتب المحترم؟ كمال ده زميله بلديات. انا عارف. ايوه ايام الصبا يعني من 40 سنه. بدر ادخل انت جوه يا ست ميمي. خلاص يا ميمي حظك طلع معرفه. يلا يا تفضلوا تفضلوا. اهلا وسهلا. اهلا حضرت. اهلا وسهلا. وايه الحكايه بالظبط؟ والله يا فندم المساله بسيطه، الموضوع متعلق بواحد اسمه حمزه دبوس. حمزه اتقبض عليه وهو خارج من اجتماع في جريده الجهاد. يا خبر اسود، ايه الشيخ حمزه دبوس قفشوه؟ بس كده انتوا جايين عشان كده؟ الله يقطعك يا حمزه ويقطع ايامك يا ميمي. دول جايين عشان شقة الواد حمزة الله يخرب بيته. بلاش هيصة امين افندي، خليك قاعد بعقلك ومقامك. طيب يعني هو مقبوض عليه دلوقتي؟ ما يتقبض ولا يشبعوه قبض، احنا هنعاسبهم يا اخي. اقعد يا هبلت بلاش كلام هايف. ما تفهمنا يا كمال. والله حمزة ده جدع كويس جدا، رفض انه يتكلم رغم كل الوسائل، وانا لازم افتش بيته وارفع تقرير بكل الموجودات، فلو سمحتوا هم عايزين مفتاح شقته. الشيخ حمزه هو حصل له ايه؟ طبعا في مفتاح احتياطي لكل شقق البيت. طبعا مفتاح. مفتاح ايه؟ روح هاتي مفتاح شقه الشيخ حمزه من سكات. تعرف يا كمال الموضوع المفتاح ده مش ولا بد ومحرج جدا، ثم هتلاقي ايه يعني؟ شويه كتب دراسيه ودواوين شعر قديمه وتلاقي حتى امين افندي ما عندوش مفاتيح. اما امرك عجيب يا اخي. لا يا سيدي عندي بدل المفتاح اتنين اتنين اتنين. هو انا ناقص غرقه عايز تغرقني؟ روح بسرعه هات المفتاح بدل ما نروح في داهيه. انا ما عنديش مفاتيح. مفيش مفاتيح يا امين. واذا كان حضره الضابط عايز يفتش شقه الشيخ حمزه يتفضل يكسر الباب. على كل حال انا بثق فيك يا عبد العزيز، وحكتب اننا ما وجدناش اي مطبوعات او اي اشياء محظوره. الله يبارك فيك يا ابني. اكتب ان الشيخ حمزه وطني ووطني غيور. لا ما هي وطني دي هتوديه في داهيه، ووطني غيور كمان هتوديه في 60 داهيه. طب ده الراجل مقبوض عليه علشان وطني بس. يعني لازم نقول ان ميوله انجليزيه علشان ننقذه؟ طب اكتب يا كمال ان ميوله لسعاد هانم ومسميها يا سوعا يا سوعا يا سوعا. ايوه اكتب يا حضره الضابط انه بصباص ونجس. الله انت صدقت يا امين افندي ولا ايه؟ الراجل ده كبر في نظري ألف مرة. إيه إيه؟ أنا عبده. لا يا شيخ. على كل حال أثبتت التحريات إنه راجل لا تعرف عنه أي ميول سياسية. خلاص تبقى التحريات أصدق. هي الحقنة هي جاهزة. عبد العزيز وصل الأخزخانة وزمانه جاي حالا. متشكر قوي يا عم. ست ميمي. يا ايه يا عبد؟ اصل يعني الله ما انت يا واد اللي يشوفك كده يقول انك هتطلب مني حاجه كده ولا كده. ما انت اما انت ست ميمي. ها اصل انا بالعربي عايز مفتاح شقه الشيخ حمزه. مفتاح شقة الشيخ حمزة؟ ليه؟
هتشتغل انت كمان مباحث ولا ايه؟ يا ناس ما هو الشيء اللي بتدور عليه المباحث موجود جوه الشقة. ايه؟ شنطة موجودة كده كان قال لي الشيخ حمزة بقى فيها لو حصل له حاجة. وما بتنطقش ليه من الصبح؟ ده دي ماني شهادة لله ظلمته. لا يا شيخ. وقلت ربتا يكون فيها حاجة كده ولا كده مخططات يعني. إلهي نحضر خرجتك عن قريب. تاخد المفتاح من درج البوفيه اللي على الشمال وتدخل الشقة تتصرف، لا من شاف ولا من دري. خد بالك. اعتمدي اعتمدي يا ستميمي، واحنا بنلعب ولا بنلعب؟ ده لما يكون جن مش مباحث. طب اجري. مباحث! مش دعوة! مش دعوة! مش دعوة! عبدو الله يخرب بيتك يا شيخ. انت ايه اللي جابك؟ اتغبتم يا دي الحوسه، كل دي منشورات. بعدين يلا بينا على الاسطى عم عبود في المطبعه على طول. يلا يلا. رأيك في كاسين دبل تاني يا مبارك؟ لا لا لا، انا ما اشربش في اماكن عامة. اتنين يا راجل، بطل التزمت ده. اماكن عامة ايه واماكن خاصة ايه؟ هو الواحد حيعيش مرتين. اي هي مرة واحدة بس تعجبني. مساء الفل. اهلا اهلا. لا مؤاخذة، ليلتك انس. كنا بنقول ايه؟ النسا دول يا مبارك. شوقي بيجيب العربية وزمانه جاي. وانت كمان اتنين. شكري بيه. انا رايحه القصر، هدخل المستشفى، مش قادره اتعالج في البيت. بس القصر محاصر بعد المظاهرات والطلبه اللي ماتوا. اصل الدكتور عبد العزيز هناك، واحنا هنروح. واحنا لما هنروح نقابله. ايوه لما هو افتكر حاجة تانية. دايما انا مظلومة. رجاء، انت بتقومي باكبر عمل بطولي. مين كان هيقدر يدخل القصر ويوصل الشنطة دي غير مريضة بحالة خطر، لازم يعالجوها. يلا بينا. يلا بينا. Check it out.
بسرعه. انت تعبتي لكن خطاب مفتوح إلى رئيس وزراء إنجلترا. أطلق علي واحد من بني جلدتك النار، وهي أنا ذا أزحف نحو الموت، ولكني سعيد، سعيد جدا. الآن أبذل روحي وأضحي بدمي في سبيل مصر. الموت شيء تافه من أجل مصرنا. تحيا مصر. يسقط الاستعمار. عبد الحكم الجراح، أحد الشهداء المصريين. نموت وتحيا مصر.